الآن التاسعة عشرة من الحدث. التاسعة عشرة بدأت مشاهدينا وفي عناوينها: الحوثي ينكث وعوده، راداراته لا تميز أهداف قرصنته. إسرائيل تصعد في جنوب لبنان وتستهدف معقلا لحزب الله مجددا، وتصل البقاع الغربي لأول مرة. بعد هجوم كروكوس الدموي، استنفار بمطار موسكو وبحث عن قنابل في سان بطرسبرغ. أهلا بكم مشاهدينا. لم يصدق الحوثي حتى مع من يعدهم حلفاء له، فبعد أيام من إبلاغ الميليشيات للصين وروسيا بعدم التعرض للسفن التابعة للدولتين، أصابت نيرانها مساء أمس ناقلة نفط صينية قبالة سواحل اليمن الغربية. ووفقا لإعلان القيادة المركزية الأمريكية، فإن ناقلة النفط هوانغ بو التي ترفع علم بنما وتملكها وتشغلها الصين، أصدرت نداء استغاثة بعد تعرضها للاستهداف قبالة سواحل ميناء المخ اليمنية في البحر الأحمر. القيادة الأمريكية قالت إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على الناقلة الصينية، 4 منها سقطت قرب السفينة، فيما أصابها 5 وتسبب بوقوع أضرار طفيفة. واشنطن أكدت أن استهداف السفينة الصينية تزامن مع اشتباك مدمرتها المرابضة في البحر الأحمر كارني مع 6 طائرات مسيرة، حيث قضت على 5 منها، فيما تمكنت 6 من الفرار وفقا للإعلان الأمريكي. وبالعودة إلى التفاهمات الحوثية مع الصين وروسيا التي كشفت عنها بلومبرغ الخميس الماضي، فإن وفد الميليشيات المقيمة قدم التزامات للدبلوماسيين تابعين للدولتين يقيمون في مسقط بعدم اعتراض أي سفينة تابعة لهما، مقابل تقديم الدعم السياسي للحوثيين في هيئات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذه الأنباء تزامنت مع حملة ترويج حوثية واسعة في مناطق سيطرتها ووسائل إعلامها بإقامة علاقات مع قوى عالمية تقول إنها تنسق معها في مواجهة الولايات المتحدة. وتشمل تلك العلاقات وفقا للمزاعم الحوثية كلا من الصين وروسيا وبلدان أخرى من مجموعة بريكس. لكن وقائع الأحداث في البحر الأحمر تؤكد أن لا حليف للحوثي سوى طهران. من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري، ومن دبي ينضم إلينا تشو شيوان الصحفي في مجموعة الصين للإعلام والخبير في الشؤون الصينية العربية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع ضيفي من دبي سيد تشو، كيف ستتعامل الصين مع هذه الضربات الحوثية على ناقلاتها، نيران حوثية على سفن صينية يعني من المفروض أن تكون ليست حليفة وإنما ليست من الأهداف التي وضعتها الجماعة الحوثية منذ بداية الاستهدافات في البحر الأحمر؟ نعم، أولا وقبل كل شيء نعرف عن أسف شديد لما حدث خلال هذا اليوم. وفي الحقيقة بالنسبة للحكومة الصينية، فموقفها تجاه الأسماك في البحر الأحمر دائما ألا وهو بالنسبة إلى الوضع الراهن في البحر الأحمر، فنعتقد أن الأزمة يرجع إلى الأزمة في قطاع غزة، فالوضع في قطاع غزة يسبب في الأزمة في البحر الأحمر. وبعد ذلك فنشهد أن الوضع المتوتر بين جماعة الحوثي وبين الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول الأخرى، فإذا تصاعدت أو إذا تستمر
كلا الطرفين أقصده التعارض الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وبين جماعة الحوثيين، فأعتقد أن الأزمة في البحر الأحمر ستستمر إلى حد كبير. وبالنسبة إلى الصين، فطبعا الصين قد أعربت موقفها تجاه الأزمة في البحر الأحمر مرارا وتكرارا، ألا وهي الصين تتهم بأي نوع من الأفعال التي تدور أو تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، لأن ولكن البحر سيد الأحمر تشو، ماذا إن دول كان هذا الاستهداف أتى على السفن الصينية؟ يعني نحن أمام تطور جديد، وبالتالي كيف ستتعامل الصين هنا؟ هل ستتعامل بنوع من المرونة، تغض الطرف فقط مع بعض التحذيرات، أم سيكون مسار آخر كالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والحلفاء الغربية المتواجدين في البحر الأحمر؟ نعم طبعا، بعد حدوث هذه الحادثة فأعتقد أن وسائل الإعلام الأجنبية تهتم بموقف الصيني تجاه هذه الأزمة، ولكن حتى الآن فلم نعرف أي تفاصيل حول هذه الحادثة، ووزارة الخارجية الصينية ربما ستعرف عن موقفها غدا ليقدم لنا مزيدا من التفاصيل. ولكن اعتقد ان الموقف الصيني تجاه الازمه او تجاه جماعه الحوثيين لم يتغير في الوقت الراهن، الا وهو تدعو جماعه الحوثيين الى الضغط النفسي، وذلك من اجل تصاعد الازمه في البحر الاحمر حتى الى طيب المناطق الاخرى. سيد تشو، فاعتقد ان هذا من أها اولويات بالنسبه الى كلا من الجماعه أرجو الحوثيين أن تبقى وكل معي. منا. نعم، نعم لأشرك ضيفي من القاهرة سيد عبد الستار في هذا الحوار. سيد عبد الستار، هل الحوثي لا يميز أهدافه أم أن الضربة كانت مقصودة؟ بعد التحية لك وللضيف وللمشاهدين الكرام، أعتقد أن هناك جزء من ضربات الحوثي تسير خبط عشواء، بعضها بالفعل يتم تجميع المعلومات، لكن ما يهمنا هنا أن الخلل في البحر الأحمر وأن هذه القرصنة وأن هذه العمليات الإرهابية ليست بمنأى عن أحد، والصين ربما هو الخاسر الأكبر قياسا بحجم التجارة الصينية عبر هذا البحر. وأعتقد أنه من الواجب الأخلاقي والواجب القانوني أن يكون موقف الصين أفضل. لا نحبذ للصين وهي الدولة التي الآسيوية التي نراهن على صعودها وعلى إحداث توازن في العالم أن تكون في هذه اللحظة في هذا المأزق السياسي التاريخي في موقفها تجاه أزمة البحر الأحمر، وينبغي أن تراعي سياسة دول المنطقة تجاه هذه الجماعة الإرهابية جماعة الحوثي والدولة اليمنية كيف؟ الدولة ما الشرعية المطلوب الرئيسية منها؟ التي تمد جسور. المطلوب منها يعني الموقف الصيني حتى الآن يراوح أنه إذا نجا هو أو نجت سفنه من الضربات ليكن استنزافا أمريكيا. كلنا لنا موقف من السياسة الأمريكية في المنطقة ومن سياسة إسرائيل القمعية في فلسطين، ولكن أن تذهب أي دولة رشيدة كالصين إلى دعم أو حتى السكوت وربط هذه العمليات بغزة، هذا نقص في التقدير. الموقف الجماعة الحوثية مارست القرصنة من قبل غزة، وهذا الهدف هدف استراتيجي إيراني. الجماعة الحوثية تقتل من أبناء رداع من أسبوع مثلما تقتل إسرائيل في غزة، ما قتلته في تعز أكثر مما قتله. نحن أزاء جماعة إرهابية. الموقف الأخلاقي القيمي القانوني أن تصطف الصين إلى جانب الدول التي تصطف ضد جماعات الإرهاب، القاعدة، داعش، الحوثي وهلم مجر، أن يكون لها موقف دفاعي وموقف أيضا بطريقتها، أن يكون هناك ضرب للحوثي بطريقة مصالحه أو غيره. أما هذا الموقف المتذبذب لا أعتقد أنه تحسن اختياره، ربما جرتها إليه إيران في هذه ابقى معي اللحظة سيد عبد بحكم الستار. التشابك، ولكن مصالح الصين معنا أكثر في الخليج. طيب سأنقل هذه النقطة إلى ضيفي من دبي سيد تشو. يقول ضيفي من القاهرة بأن مصالح الصين مع دول المنطقة أكثر وليست مع الحوثي. بعد هذه الضربات على سفن أو ناقلة النفط الصينية، هل سنشهد نوع من تغيير في النهج الصيني
لا نتحدث عن تحذيرات، تحدثنا في بداية المداخلة عن تنسيق ربما مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع يعني من هم يتواجدون الآن في البحر الأحمر من قوى غربية وأوروبية، لكن هل سنرى نوع آخر من تجديد اللهجة الصينية مع إيران مثلا؟ طبعا أولا بقبل كل شيء نعترف بأن البحر الأحمر ممر اقتصادي وتجاري دولي مهم، ليس بالنسبة إلى الصين فحسب بل بالنسبة إلى جميع دول العالم، إذ أنها ممر اقتصادي دولي ويتمتع بمكانة جغرافية مهمة جدا بالنسبة إلى هذه الدول، فلديها مصالح مشتركة في هذه المنطقة. أما بالنسبة إلى سؤالكم الثاني حول ماذا سيتحدث الصين أو يقوم بالصين بتنسيق مع دول أخرى بما فيها الولايات المتحدة وإيران وطهران، وطبعا أعتقد أن الصين دائما مستعد للتعامل مع هذه الدول لإيجاد حل مناسب الأزمة حاليا في البحر الأحمر، ولكن كما قلت قبل قليل الأزمة الحالية في البحر الأحمر يرجع الأزمة في قطاع غزة. طيب. إذا لا نستطيع أن نحقق، لكن ضيفي من القاهرة قال بأن القرصنة يعني لم تبدأ مع حرب غزة وإنما كانت متواجدة من قبل، ولكن الحوثي استغل حرب غزة ليعززها أكثر، وبالتالي أعود هنا سؤالي ليس عن الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت ولكن مع إيران، هل نتوقع لهجة تصعيدية من الصين تجاه إيران بعد استهداف ناقلاتها في البحر الأحمر؟ أعتقد أن الصين وإيران لديها علاقة ودية ولديها تنسيق حول هذا الأمر أيضا، ولكن أعتقد أن لا نستطيع أن نبالغ تأثيرات إيران على جماعة الحوثيين. طبعا لديها علاقة وثيقة بين الطرفين، ولكن بالنسبة إلى الأفعال حاليا بالنسبة إلى جماعة الحوثيين فأعتقد معظمها ليس من قبل إيران بل من قبل أنفسها. طيب. فأعتقد أن إذا نستطيع أن نقوم بتنسيق مع جماعة الحوثيين فربما الأزمة سيكون طيب. أرجو أن تبقى معي سيد شو. نعم سيد عبد الستار، استمعت إلى ضيفي يقول بأنه النقطة لا تتعلق بإيران وإنما بالحوثيين، ولكن أريد السؤال هنا بعد المعلومات التي أفادت بأن الحوثي أقر تفاهم مع الصين وروسيا بحماية سفنهما بشرط يعني مساندة سياسية في أروقة مجلس الأمن أو غيرها، هل تعتقد بأن هذه الضربات كانت رسالة للجانب الصيني خاصة بأن يعني روسيا والصين لم تتبنى البيان الحوثي الذي تحدث عن هذا التفاهم، وبالتالي كان نوع من الضغط للحصول على مكاسب ما؟ في الحقيقة أنا لا أعتقد هذا ولا أذهب إليه مطلقا. إيران تريد أن تقدم بالفعل أي ترضيات لروسيا والصين بحيث تسحبهم إلى مسرح الولغ في البحر الأحمر بأي طريقة، أن تستدرجهم وتستخدمهم، وهذا سيكون قصور في الأداء الروسي، وإن كانت روسيا تفضل أن تستنزف أمريكا في هذه اللحظة، لكن الصين التي دائما حساباتها تجارية أكثر منها عسكرية وسياسية هي التي ستخسر كثيرا إن ذهبت إلى هذا الاستدراج. أنا تقييمي لهذه الضربة الحوثية هي نوع من الخلل والغبش في نقص المعلومات، يعني باخرة التجسس الإيرانية في البحر الأحمر تعطي معلومات مغلوطة للحوثي. سيد عبد الستار بعجالة لو سمحت لي. أحيانا المعلومات تأتي ولكن التصويب والتهديف لا يأتي دقيقا. نعم. وليس كل المعلومات التي تأتي بنسبة 100%، لا بد أن نفترض أن هناك أخطاء. لا زالت إيران والحوثي هي رادار لاتجاه السياسة الإيرانية على غير ما ذهب إليه الضيف. ربما لا يعلم الضيف أن الحوثي لا شيء، صفر على الشمال بدون السلاح الإيراني ورجال إيران والخبرة الإيرانية والتدريب الإيراني والسلاح. نعم. الإيراني، وأن الجماعة الحوثية صغيرة جدا ليست بهذه القوة، وأن من يدير كل هذه الأعمال هو إيران، هذا ما يغيب أحيان عن المحللين ومراكز الدراسات. أشكرك. في الصين وفي غيرها، وقد يكتشفون إذا تتبعوا الأمر أن ذلك غير صحيح. من القاهرة الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري، من دبي تشو شيوان الصحفي في مجموعة الصين للإعلام والخبير في الشؤون الصينية العربية، شكرا جزيلا لكما.
وفي 19 أيضا مشاهدينا، حزب الله يعلن مقتل 2 من عناصره في ضربات إسرائيلية. هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحداثة. اعرف الأخبار وتابع الحدث. رحى حروب لا تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. مشاهدينا، مجددا عاد التصعيد إلى الجبهة الجنوبية مع توسيع إسرائيل لغاراتها لتشمل بعلبك معقل حزب الله مجددا فجر اليوم، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منطقة العسيرة في مدينة بعلبك، وأفيد عن سقوط 3 جرحى، بينما رد حزب الله بقصف القاعدة الصاروخية والمدفعية في يواف وثكنة كلع، وذلك بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا. وتشير مصادر ميدانية لجنوبية إلى أن التصعيد المتبادل يأتي بعد أيام عدة من العمليات المحدودة من الطرفين، وفي انتظار على ما يبدو التهدئة في غزة وقرار مجلس الأمن. وتلفت إلى أن التصعيد يبقى محدودا ومدروسا وسط قرار واضح من الطرفين بعدم التصعيد أو فتح المواجهة. أتى هذا القصف بعدما أصيب 3 أشخاص بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت ليلة السبت الأحد منطقة بعلبك معقل حزب الله في شرق البلاد، ما دفع الحزب المدعوم إيرانيا إلى الرد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية أغارت على ورشة تحتوي على وسائل قتالية تابعة لحزب الله في بعلبك، وأطلقت 5 صواريخ على مبنى من طابقين في بلدة العسيرة في خراج مدينة بعلبك كان مركزا للحزب في السابق، إلى أنه أخلي قبل فترة، ما أدى إلى إصابة 3 من سكان المباني المجاورة حسب فرانس بريس. حرمته العالم، ما تصور والله مش
من بيروت ينضم إلينا العميد خليل الحلو، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بك سيادة العميد، معنا في 19 أيضا. أهلا وسهلا. هدوء ثم تصعيد ليشمل مناطق جديدة تدخل ضمن ليست قواعد الاشتباك وإنما خارجها من الجانب الإسرائيلي خاصة، يعني نحن أمام أي مرحلة وفي أي إطار يدخل هذا التصعيد الجديد؟ نعم، يعني هذا التصعيد ليس بجديد أبدا، ونحن اليوم لم نعد في مسألة حرب محدودة في جنوب لبنان. إن الذي الصورة تتوضح أكثر فأكثر في غياب ضوء أخضر أمريكي للقيام بعملية إسرائيلية واسعة النطاق في لبنان، أو أقله حتى الساعة، يعني بدأ لبنان يتحول إلى سوريا ثانية. فإسرائيل في سوريا منذ العام 2015 وحتى اليوم تقوم بحرب بين الحروب، بحروب صغيرة بين حربين بالأحرى، يعني باستهداف ما تعتبره مراكز لحزب الله أو للحرس الثوري الإيراني، أو عند استقدام أسلحة من إيران باتجاه سوريا. تقوم إسرائيل بغارات شبه أسبوعية منذ 9 سنوات، وهذا بدأ ينطبق على لبنان. يعني هذه الغارة على بعلبك استهدفت مركز قالوا أنه لحزب الله، وقبلا كان هناك غارتين على بعلبك، إحدى استهدفت 6 مراكز، غارة أخرى على جنوب صيدا، أخرى جنوب بيروت والنبطية. إذن بدأنا شيئا فشيئا نرى أن لبنان يتحول إلى ساحة حروب صغيرة ما بين حربين، وخطورة هذا الأمر أنه لا ينتهي، وأن الضغوط الدولية على إسرائيل لن تكون كما هي اليوم، يعني كما هي في غزة أو كما هي لعدم القيام بعمل كبير في جنوب لبنان. فهذه الاستهدافات إسرائيل تقول أنها لحزب الله، وذلك لن يرتب عليها ولا عبء دبلوماسي ولا عبء خسائر في الأرواح في حال دخل جيشها إلى الجنوب، ولا أي مشكلة دولية مع أي أحد. وبالتالي يعني بما أنه هذه الاستهدافات بما أنه هذه الاستهدافات هي صوب معاقل حزب الله، يعني أسلحة شخصيات بعينها، وقلت بأنه الضغط الدولي هذه المرة لن يكون بالحجم الكبير لأنه هي عبارة عن عمليات محدودة في لبنان كما يجري في سوريا، ولكن هل برأيك الجانب الإيراني سيضحي بحزب الله في جنوب لبنان وسيستسلم أمام تقليم أظافر حزب الله في المنطقة، ولن يدفع بالضغط أو بتنازلات نوعا ما مع الجانب الإسرائيلي لوقف هذه الاستهدافات؟ نعم، يعني كما قلت، يعني منذ 9 سنوات حتى اليوم الجانب الإيراني وحلفائه يستوعبون هذه الضربات الموجعة، ولكنهم يستوعبونها لأنهم يعرفون بأنه لن تكون عليهم حربا شاملة. الحرب الشاملة على حلفاء إيران في المنطقة وعلى إيران تستوجب يعني وجود الولايات المتحدة ضمن هذه المعادلة، والولايات المتحدة لا تريد ذلك. وبالتالي الإيرانيون يعرفون أن هذه الاستهدافات تلحق الضرر بحلفائهم وتلحق بهم الضرر وتضعفهم، ولكنهم برأيهم وكما يبدو قادرون على استيعابها وعلى إعادة تنظيم أنفسهم والتأقلم مع هذا الوضع. ولكن ما أريد أن أقوله هنا أن صحيح أن إسرائيل تقوم بذلك، ولكن يجب أن لا ننسى أن الإدارة الأمريكية التي اليوم ما زالت تلجم إسرائيل عن عمل كبير في لبنان، هذه الإدارة هي اليوم في وضع انتخابات، وكلما اقترب موعد الانتخابات وتبين أن إدارة بايدن في استطلاعات الرأي هي تخسر أو تتراجع، فقدرة ضغط هذه الإدارة على إسرائيل تتراجع، وبالتالي يزيد جدا احتمال قيام إسرائيل بعمل واسع في جنوب لبنان. والسبب هو أن يعني كل شيء ممكن أن تقبله إسرائيل ما عدا عدم عودة المستوطنين 70,000 الذين غادروا الشمال. نعم، عن هذه النقطة وهذه مشكلة كبيرة.
عن هذه النقطة، البعض يرى بأنه منسوب التصعيد بين الجانبين لا يدخل، لن يدخل إلا في باب التهويل الإسرائيلي بتوسعة الحرب أو مزيد من الاستهدافات في الجنوب اللبناني أو في لبنان ككل، إنما يدخل في إطار الدفع أكثر لاتفاق سياسي لإرجاع المستوطنين إلى الشمال الإسرائيلي بتدمير القرى. نعم، يعني أولا عندما نتحدث عن اتفاق سياسي يجب أن نعي شيء أكيد، إسرائيل لن تقبل بأن يعود الوضع كما كان عليه في جنوب لبنان قبل 27/2023، أي أن حزب الله يبقى في جنوب لبنان ويعود كل شيء إلى ما كان عليه، ويعود حزب الله لاستهداف إسرائيل بين الحين والحين في أماكن فارغة. هذا الأمر عندما نرى ونسمع ونقرأ المحللين والمسؤولين الإسرائيليين نرى أن إسرائيل لن تقبل به على الإطلاق. إسرائيل تقول أنها تريد أفعال وأنها تريد أن يتراجع حزب الله عن الشريط الحدودي أو عن الحدود مسافة كافية لتفادي عملية مماثلة لطوفان الأقصى، وهذا ما لا يقبل به حزب الله أو على الأقل حتى هذه الساعة لم يقبل به حزب الله. وفي المقابل إسرائيل تدمر القرى، وما نسمعه من حزب الله وما نسمعه من محاسبي حزب الله وعود بإعادة بناء هذه المنازل، وعلى حد قول الشيخ نعيم قاسم أنه سيبني لهم منازل أجمل من التي هدمت، ونسمع اليوم بالذات يعني جمهور حزب الله يقول أنه سيعاود انتخاب نواب حزب الله لأنهم الوحيدون الذين يمكنهم إعادة إعمار الجنوب. هذا هو الجو الذي يعيشونه، ولكن هذا جو خيالي وليس واقعي على الإطلاق، لأن العودة كما قلت إلى ما قبل 27 هي مستحيلة. وبالتالي هناك يعني شيئان يمكن أن يحصلا، إما عمل إسرائيلي واسع النطاق في لبنان، وإما يعني العمل الذي يعني ذكرته في بداية المداخلة، هذه الحروب الصغيرة بين حربين. والدليل على جدية الإسرائيليين أولا التحذيرات التي نسمعها في بيروت من قبل الدبلوماسيين الأجانب الذين يتواصلون مع الجميع، وثانيا الحشود الإسرائيلية على الحدود الجنوبية. يعني هناك ثلاثة فرق مقاتلة، يعني نتحدث هنا يعني أقله عن حوالي 16 لواء قتال بينهم أربعة ألوية مدرعات يعني دبابات، وهذا يعني على طول الحدود يعني 100 كيلومتر أو 130 كيلومتر، هذا عدد كبير، وهذا نعم. عدد ليس للنزهة وإنما شيء جدي جدا. أشكرك جزيل الشكر من بيروت العميد خليل الحلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية على هذه المشاركة معنا. مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان على مر السنين يكافح اللاجئون السوريون في البلاد من أجل البقاء، خاصة خلال شهر رمضان المبارك وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار. نصبت هذه الخيام السورية هنا على مشارف قرية كترمايا على بعد 40 كيلومترا جنوب بيروت لفترة مؤقتة كما كانت الغاية في وقتها، لكن مع مرور الزمن تجدرت في الأرض وغدا لها سور، وبات سكانها كهذا الشاب ينتظر الغد الأجمل الذي لم يمر على اللاجئين السوريين ولا مرة منذ عام 2011. رمضان صعب كتير، يعني أصعب من هيك ما شفنا، كان قبل كان أحسن، هلأ الوضع كتير مأساوي. يعني أبسط شغلة، هلأ أنا عم بطبخ على الصوبة مثلا ما فيني أمن جرة غاز، في كتير صعوبة، يعني أولادي كلهم صغار، يعني إذا وابن الكبير عمره 11 سنة هذا شو بده يشتغل؟ بده يدرس ولا بده يشتغل ولا بده يتعلم؟ شو بده يشتغل؟ هلأ ابني عمره 9 سنين شاف الأكل هيك، راح هلأ على الحاويات أجلك الله بلقط بلاستيك وما بعرف عنه شيء على الطريق العام، هل ترى صار معه شيء لا سمح الله؟ بس لا حول ولا قوة. تبكي هذه الأم اللاجئة بحرقة، فرغيف الخبز هذا يقسم في موعد الإفطار، والعدالة في تقسيم رغيفا على 4 أطفال أمر مشحف للغاية. فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان يكافح اللاجئون السوريون في البلاد من أجل البقاء، خاصة خلال شهر رمضان وسط ارتفاع الأسعار الجنونية. وإذا في خبز ومي نعمة الله، خبز ولبن نعمة الله، شو يعني شو بدنا نساوي؟ يعني شو بدنا نساوي بهالوضع؟ يعني بدنا ناكل كرمضان
كثير الوضع مأساوي، يعني كل شخص يدوب يطلع الفطور ويفطر. يعني هلا بنفوت على الخيام بعض الاشخاص، في ناس يعني عندها التمره والسكبه اللبن. كبر هؤلاء الأطفال ولا سقف يأويهم سوى سقف خيمة المساعدات، لربما حالفهم الحظ وولدوا في دمشق أو حمص أو حلب أو غيرها، ثم هربوا من الحرب في سوريا، على عكس هذا الطفل الرضيع الذي سيكتب على هويته يوما عندما يكبر من مواليد خيمة. هلال علي، الحدث. قال الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لم تبلغه بالهجوم على القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد العراقية في يناير 2020، كما لم يتم إبلاغه بقرار إغلاق المجال الجوي الإيراني في الليلة التي أسقط فيها الحرس الثوري الإيراني طائرة الركاب الأوكرانية. ونشر الموقع الرسمي لروحاني منشورا نفى فيه ادعاء صحيفة كيهان بأنه كان نائما وقت الهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق، وقال خلافا لكذبة كيهان في واقع الأمر لم يتم إبلاغ الرئيس. كشف الموقع أنه على علم بالهجوم على عين الأسد صباح يوم 8 يناير من خلال النشرة الإخبارية على التلفزيون الإيراني. وأوضح روحاني أن هيئة الأركان العامة تخضع للمرشد الأعلى علي خامنائي، وهي التي قررت إبقاء المجال الجوي مفتوحا ومواصلة طائرات الركاب التحليق بسبب الخوف من هجوم أمريكي مضاد ردا على ضرب قاعدة عين الأسد. وكان الحرس الثوري الإيراني قد شن في يناير 2020 هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد العراقية حيث تتمركز القوات الأمريكية، ولم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية في الهجوم انتقاما لمقتل سليماني. هذا وكشف وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف في حديث لوكالة أنباء آخرين خبر عن تفاصيل استقالته من الخارجية الإيرانية بعد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران دون إبلاغ وزير الخارجية. فقد انتقد دور الحرس الثوري في السياسة الخارجية الإيرانية وخاصة قائد فيلق القدس المقتول قاسم سليماني قبل أن يعتذر لاحقا. وجه محمد جواد ظريف في هذه المقابلة انتقادات غير مسبوقة لهيمنة العسكر على سياسة إيران الخارجية، كاشفا أن طهران فضلت ميدان المعارك على الدبلوماسية التي هي من مهام وزارة الخارجية. واتهم قاسم سليماني بإلحاق الضرر بالدبلوماسية، وقال إنه في كل مرة كان يذهب فيها للتفاوض كان سليماني يفرض شروطه، وأقر بأنه ضحى بالدبلوماسية كثيرا لصالح ميدان المعركة. وأعلن ظريف عن رفضه مرارا استخدام سليماني للطيران المدني الإيراني لنقل العتاد والعسكريين إلى سوريا، كما اتهم ظريف قاسم سليماني بالتواطؤ مع موسكو في جهود لتدمير إنجازات إدارة روحاني في مجال الاتفاق النووي، وأن إرادة روسيا أدت إلى مزيد من المشاركة الإيرانية في الحرب السورية. وأثارت حينها تصريحات ظريف غضب قادة الحرس الثوري بالإضافة إلى المتشددين المعارضين لحكومة حسن روحاني. وفي كتاب نشره كشف ظريف أنه فكر بالاستقالة 4 مرات من وزارة الخارجية غير تلك الشهيرة المتعلقة بزيارة بشار الأسد عام 2019 لطهران، وكانت أول استقالة بحسب كتاب ظريف عام 2013 لدى زيارة الرئيس الإيراني إلى نيويورك، بعدما عمل بعض معاوني الرئيس على محاولة تحويل قمة وزراء خارجية الدول 1+5 مع إيران إلى قمة رئاسية من دون التنسيق معه. أما المرة الثانية فجرت لثلاثة أسباب، أهمها عندما كان يستعد ظريف للتوجه إلى فيينا لاستكمال المباحثات النووية عام 2013 قبل أن يتفاجأ بخطة جديدة تتحدث عن أدنى سقف للاحتياجات النووية لإيران وحكم في مضمونها على المفاوضات النووية بالفشل. وفي المرة الثالثة قدم ظريف استقالة لعدم التنسيق وسوء التنظيم في عمل الوزارات الأخرى والتفاهمات المبرمة من قبل وزارة الخارجية مع الدول الأخرى وخاصة روسيا. وحصلت الاستقالة الرابعة بعدما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحا لإيران، وكان رأي وزارة الخارجية هو التعامل مع هذه الخطة عبر الدبلوماسية، لكن المجلس الأعلى للأمن القومي والحكومة خالفا هذا التوجه بلهجة حادة.
على كل المشاهدين، للحديث أكثر في هذا الموضوع من دبي تنضم إلينا رئيس التحرير إنديبندنت فارسي كاميليا انتخابي فرد. أهلا وسهلا بك سيدة كاميليا معنا في 19. بداية ضعينا نبدأ من هذه التصريحات، يعني تصريحات من طرف ظريف وحسن روحاني بدون حرج بدون قلق بدون خوف، برأيك هل أعطي الضوء الأخضر لتصريحات مماثلة لحسابات ما، أم أنه فعليا هناك سجال كبير بين الحرس الثوري وروحاني وظريف وغيرهم ممن ينتقدوهم؟ شكرا جزيلا على استضافتي، أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين. أن الحكومة الإسلامية في إيران كما تعلمون لا تتخي الحذر في تصرفاتها، سواء كان الأمر من قبل المرشد الأعلى أو من قبل الدائرة المقربة منه. ما رأيناه في الآونة الأخيرة أن ظريف قد جاء علينا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بصورة مستمرة، وكان قال بأنه كان لديه بعض الاتصالات مع تلك القنوات الفارسية، وكما ذكرتم بأن كتابه الخاص بمذكراته كان قد صدر للحديث عن بعض الحقائق المهمة التي تتعلق بيوم اغتيال سليماني واليوم اللاحق الذي قامت فيه إيران بشن هجمات على قاعدة عين الأسد، وقد تحدث على أسباب كثيرة دفعته لامتعاضه من تلك الأحداث، وهي جملة للمناقشات. أولا، هناك صراع القوة بين المحافظين وبين المتشددين في إيران، وكان هناك مساع لإدخال إسماع هؤلاء الأصوات المعتدلة التي كان ظريف يمثلها والتي تسمى بالمجموعة الإصلاحية، ورأينا أيضا أن هناك استخفاف في هذه الجهود على الأقل من قبل عامة الناس، فالناس كانوا لا يدعمونهم، وحتى أيضا ضمن التسلسل الهرمي لم يكن هناك أي تفضيل لهذا التوجه الإصلاحي. ولعل التوجه الثاني كان يركز على مسألة النظام الذي بدأ الآن يميل إلى ما قاله سيد ظريف ومسيرة حياته السياسية في جمهورية إيران الإسلامية. بكل تأكيد هناك بعض التغييرات المهمة على المستوى الداخلي في إيران، ونعلم أن ظريف قد يكون جزءا منها. طيب سيدة كاميليا، لماذا برأيك فتحت أبواب الانتقادات الآن على حسن روحاني؟ هو تصريحه هذا جاء كرد على وسيلة إعلامية اتهمته بأنه كان نائم يوم ضربات على قاعدة عين الأسد. لماذا برأيك في هذا التوقيت بالذات؟ هل لأنه يميل إلى الإصلاحيين أكثر؟ It is not about Rouhani. All this scenario. الأمر لا يتعلق بروحاني، فكل هذه السيناريوهات كانت ترتبط بالسيد ظريف. لو كان ظريف قد ورد ذكره لأن الوقت الذي كان به موجودا كانت المناقشات كلها تتعلق بالسيد ظريف. كل هذه المحادثات فنجد أن السيد ظريف هو متجسدا فيها بصورة أساسية من خلال رسائله وفيما يتعلق بذلك الهجوم، وبعد ذلك كان قد أشار إلى مسألة الحادثة الأمريكية في طهران. وهناك جملة من التحول في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعتقد إذا ما هذا حدث فأنني أرى بأن هذا الصيف سوف يكون مهما لتلك التغييرات الداخلية داخل النظام الإسلامي في إيران. ففي الانتخابات السابقة كنا قد سمعنا ما الذي توجه إليه البرلمان ومن خلال مجمع الخبراء وكذلك كافة المحافظين، وهناك إشاعات كثيرة مفادها أنه لعل خامنئي يرغب بالتخلي عن حكمه لمصلحة ابنه، وفي هذا السياق يمكن حدوث تغيرات وتحولات كثيرة، لا بد من وجود بعض المؤيدين لها داخل النظام، ولعل ظريف قد يكون هو الذي بدأ بإشعال ذلك الفتيل، لأنه هو الذي كان قد سعى لتحقيق الأهداف التي كانت ترسمها الجمهورية الإسلامية، والخيار القادم
قد يكون السيد ظريف، وقد يكون هذا من قبيل الأعداد لعامة الناس، بأنه إذا ما كانت كل الأمور بيد المتطرفين فهناك فرصة لأشخاص مثل الظريف الذي يتحدث الإنجليزية بصورة طليقة ودبلوماسي متمرس ولديه أصدقاء في الدول المجاورة وخارجها، ويمكنه أن يكون الوجه المناسب للشعوب، وهو وجه مألوف، ويمكنه أن يكون شخصا مناسبا للترشح للرئاسة المقبلة في إيران. سيدة كاميليا، تحدثت عن نقاط مهمة من بينها هذه التغيرات التي قد تجري في الداخل الإيراني، مع الحديث عن ربما تخلي المرشد الأعلى عن منصبه، وبالتالي هنا أريد أن أسأل من يقود هذه التغييرات أولا، وثانيا هل سيستسلم الحرس الثوري والمرشد الأعلى وأيضا يعني السلطة أو النظام في إيران لهذه التغييرات أو هذه الرسائل التي تأتي من يدعمون ظريف؟ التغييرات لابد أن تأتي من آية الله خامنئي وكذلك المؤيدين الأساسيين لهم، وهم الحرس الثوري الإيراني. أعتقد أن خامنئي كان قد يسعى لوضع نهاية قبل وفاته لحكمه أو قبل حدوث أي شيء أو لإبقاء النظام على حاله. لابد من إجراء تغييرات جديدة في نظر العالم، بحيث يقول بأن الجمهورية الإسلامية لديها فرص جديدة لإحداث هذه التغييرات. هناك عملية حسابية حذرة، لأنه إذا ما استمرت هذه الأمور على مسارها في الجمهورية الإسلامية فهذا خطأ. لذا هناك حسابات، وظريف أيضا لديه من المؤيدين، فلديه حتى داخل النظام بعض الأشخاص الذين كانوا يؤازروه ونجح بصورة بارزة خلال المفاوضات النووية الإيرانية. وهناك رغبة من قبل الناس، حتى أبان عهدة ترامب بأن يكون هو المسؤول عن مناقشة الملف النووي، وحتى الحرس الثوري الإيراني إذا ما كان يبحث عن رئيسا جديدا لإيران بحيث يقود الجمهورية الإسلامية للتفاوض نيابة عنها أو كافة القضايا بطريقة سلسة، فإن هذا الشخص هو محمد جواد ظريف، وهذا السبب لسماع تلك الرسائل التي تم نشرها عامة والتحدث عن بعض الأسرار التي أفهمها بصفة إيرانية حال الآخرين، بأن هناك بعض التوجه للسماح لشخص لكتابة مذكرات، وهو من السياسيين ولديه من كل هؤلاء المعارضين من الحرس الثوري ما لم يكن قد حصل على ضوء أخضر لفعل ذلك، والتحدث بصورة حرة طليقة، وكذلك في مواجهة وتحد للحرس الثوري الإيراني. الناس يمكنهم أن يثقوا به لأنه يبوح بالحقيقة، وهذا هو التوجه، وهذه هي خطة المرشد الأعلى ومجموعته الآن بالنسبة للمستقبل القريب. وهذا المستقبل ليس بعيدا عنا، فالانتخابات الرئاسية سوف تكون في عقاب الانتخابات الأمريكية، ويمكن لظريف أن يكون مرشحا، وقد تكون هذه التغييرات التي أدرجها المرشد الأعلى من أجل إحداث وتقديم وجوه جديدة للجمهورية الإسلامية. رئيسة تحرير إنديبندنت فارسي كاميليا انتخابي فرد، شكرا جزيلا لك. وفي 19 أيضا، مثول أول مشتبه بهما في هجوم كروكوس الدامي أمام المحكمة الروسية. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية،
لكنها تدفع ثمن كل ذلك. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة. كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية الأهمية بالنسبة للطرفين؟ أبوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مارك عجهر الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. قبل تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة. كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ أبوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مارك عجهر الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ أكثر من 1,100,000,000 شخص يعيش تحت خط الفقر. في أكثر من 110 دول حول العالم، حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته، ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص. وأناسا بلا عناوين، ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله.
لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ ليلة ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات، بحثا عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد، بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث، في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. الآن 19 من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة 2 من 19 وفيها. مسار الهدنة يتأرجح وحماس تنفي عبر الحدث أي مقترح أمريكي جديد على الطاولة. Let me tell you something. I have studied the maps. There's nowhere for those folks to go. وبعد اطلاعها على الخرائط، نائبة بايدن تكذب. إسرائيل لا معابر آمنة للنازحين في رفح. حراك داخلي وخارجي لوقف التصعيد بين بغداد وأربيل. حاكم دارفور يخرج عن حياده ويتوجه دعما للجيش إلى الخرطوم. بكم مشاهدينا، يبدو أن هدنة غزة أمام الكثير من الصعوبات، وما الأجواء الإيجابية التي تحاول بعض الأطراف إطفاءها إلا فقاعات سرعان ما تتبخر. اليوم كشفت حماس أن لا مقترحا أمريكيا جديدا على طاولة المفاوضات، وطالبت بآلية حقيقية وواضحة لوقف النار بغزة وعودة النازحين. وكشف مصدر أن واشنطن تمارس ضغوطا واضحة على تل أبيب لإحراز تقدم في المحادثات والوصول إلى صفقة خلال أيام، فيما غادر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ورئيس الموساد ديفيد برنياع الدوحة مساء أمس، وأشارت إلى أن المفاوضات ركزت على التفاصيل ونسبة لتبادل الرهائن والأسرى. أكسيوس كشفت أنه أثناء المفاوضات في قطر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وافقت إسرائيل على إطلاق سراح 700 سجين فلسطيني، من بينهم 100 يقضون عقوبة السجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين، مقابل إطلاق سراح 40 رهينة تحتجزهم حماس في غزة.
اعتبرت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كاميلا هاريس أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستكون خطأ فادحا، وأكدت هاريس أنها لا تستبعد أن يكون هناك عواقب أمريكية ضد تل أبيب في حال قامت الأخيرة بعملية عسكرية برفح جنوب غزة. لقد كنا واضحين في محادثات متعددة وبكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأ فادحا. دعيني أقول لك شيئا، لقد درست الخرائط، لا يوجد مكان ليذهب إليه هؤلاء الناس، ونحن ننظر إلى حوالي 1.5 مليون شخص في رفح الموجودين هناك لأنه طلب منهم الذهاب إلى هناك، ولذلك فقد كنا واضحين للغاية أنه سيكون من الخطأ التحرك إلى رفح بأي نوع من العمليات العسكرية. ولكن هل ستكون هناك عواقب إذا مضوا قدماً؟ سنأخذ الأمور خطوة بخطوة، لكننا كنا واضحين للغاية فيما يتعلق بوجهة نظرنا. هل تستبعدين أن تكون هناك عواقب من الولايات المتحدة؟ أنا لا أستبعد أي شيء. خلال اتصال هاتفي حذر رئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذره من أن أي نقل قسري للسكان من رفح سيشكل جريمة حرب. ماكرون طالب نتنياهو بفتح كافة المعابر البرية إلى قطاع غزة على الفور ودون قيد أو شرط، كما دعاه لفتح معبر المنطار وتوفير طريق بري مباشر من الأردن وكذلك عبر ميناء أشدود، كما شدد على ضرورة التحرك نحو الحل الدبلوماسي وتجنب أي تصعيد بين إسرائيل ولبنان وتجنب اندلاع حريق إقليمي. رغم كل التحذيرات من أي عملية عسكرية في رفح، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح وسيحقق النصر المطلق وسيقتل السنوار. بدوره وزير دفاعه وقبيل مغادرته إلى واشنطن، أعلن أن الزيارة ستركز على الحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل. وفيما يتعلق بالعلاقة مع واشنطن، أضاف جالانت أنه يجب تحقيق الأهداف المشتركة في غزة. هذه رحلة مهمة، وهي تركز في المقام الأول على الحفاظ على الميزة العسكرية لدولة إسرائيل وقدرتها على الحصول على أنظمة دفاع جوي وذخائر، ولكن ليس أقل من ذلك في العلاقات مع الولايات المتحدة والحاجة المشتركة لتحقيق الأهداف في غزة لهزيمة منظمة حماس وإعادة المخطوفين وإقامة ما نحتاجه لأمن إسرائيل في قطاع غزة أولاً ولبنان أيضاً. كشف مراسل الحدث عن التوصل لصيغة مشروع قرار أممي بين الدول العشرة غير دائمة العضوية والولايات المتحدة يصوت عليه غدا في مجلس الأمن. وبحسب مراسل الحدث فإن مشروع القرار الأممي يطالب بوقف فوري للنار خلال شهر رمضان في غزة تحترمه جميع الأطراف، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن ويضمن وصول المساعدة إلى القطاع. تفاجأنا لو انه بصوت صاروخين نزل، ما شفنا لو انه كل الدنيا هيك قلبت علينا. انا كنت نايم هنا في الغرفه هذه واولادي كانوا عندي هنا، ما شفنا لو انه كل الدار فوقينا هيك بنزل. تفاجأنا هيك طلعنا من الدار يعني بالعافيه، طلعنا كان الردم لعندي هنا، كل الردم كان عندنا هنا. بقولوا احنا يعني من رفح منطقه امنه ورفح توجه لرفح، وبيجوا المدينه بيجوا النازحين علينا هنا فرفح، واحنا هينا بناخذ اللي بنشوفه منهم من اليهود ومن هذا اللي بيصير فينا قاعد. نازحين في رفح عند الناس هذول، الطيارات الاسرائيليه استهدفت البيت اللي جنبنا،
فالبيت تاع احنا نازلين عندهم تضرر، تضرر بشكل كبير تضرر يعني. كل ركام اجى علينا واحنا نايمين. من بيروت ينضم إلينا وليد كيلاني، مسؤول الإعلام في حركة حماس في لبنان. أهلا وسهلا بك سيد وليد معنا في 19. لنبدأ معك من هذه الأنباء التي أفيدت من أكسيوس بأنه أثناء المفاوضات في قطر تم التفاهم على إطلاق سراح 700 سجين فلسطيني، من بينهم 100 من يقضون عقوبة السجن المؤبد. هل من تأكيد لهذه الأنباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك يا أخت ماريا على هذه الاستضافة وللمشاهدين الكرام. بداية حديث الخوض بالتفاصيل من خلال وسائل الإعلام لا يفيد العملية التفاوضية. الاحتلال يحصر كل التفاوض فقط في موضوع الأسرى، ولكن نقول نحن رد المقاومة كان واقعيا منذ اليوم الاول للمفاوضات وكان ايجابيا طول عمليه التفاوض، بينما رد العدو الصهيوني هو الذي كان سلبيا ولا يلبي المطالب الاربعه الاساسيه المقاومه، وهي كالتالي: لا يريد وقف اطلاق النار، لا يريد الانسحاب من قطاع غزه، ولا يريد عوده النازحين، هو يريدها بشكل متدرج فقط للنساء والاطفال وكبار السن وباعداد محدوده. كذلك لا يريد عملية تبادل أسرى حقيقية، ويضع على العراقيل ويصوت بالإعلام أن الموضوع محصور في عملية فقط في موضوع الأسرى، وهو غير صحيح، لأن مطالب المقاومة واضحة، يعني بالإضافة لما عرضته للوسطاء، نحن ندرك كمقاومة أن لا يوجد إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للوصول إلى أي اتفاق، والوفد الإسرائيلي لم يبدي أي موقف يساهم بالتوصل للاتفاق من خلال المفاوضات الأخيرة في قطر، وما يتم تداوله إعلاميا حول وجود أجواء إيجابية في هذه الجولة، يعني هذا كذب وتضليل للرأي العام. وكل هذا الذي تكلمت به الذي يتحمل مسؤوليته هو الاحتلال الإسرائيلي، لأنه كان رده سلبيا، ونتنياهو أرسل وفدا إلى قطر بدون أي صلاحيات. من هنا نقول أن المقاومة ثابتة على موقفها، تريد المطالب الأربعة، إذا توفرت هذه المطالب فالمقاومة مستعدة في اليوم الثاني سيد وليد تذهب إلى التفاوض. سنعود إلى هذه النقطة، نقطة الأجواء الإيجابية التي يتم الحديث عنها، ولكن أريد العودة إلى ما أفادت به أكسيوس. إن صحت هذه الأنباء، هل ستقبل حماس بما اقترحته إسرائيل بسبع إطلاق سراح 700 سجين من بينهم 100 من يقضون عقوبة السجن المؤبد، أم أنه لحماس مطالب أخرى بالأسماء؟ يعني حركة حماس قدمت ورقة متكاملة للوسطاء ويوجد فيها تفاصيل، وهذه الورقة الثالثة التي تقدمها للوسطاء ويوجد فيها تفاصيل كثيرة، ولكن كما ذكرت أنا لا أريد الخوض في التفاصيل، لأن التفاصيل لا تفيد أن نتكلم بها يعني من خلال وسائل الإعلام، ونترك ذلك الى الجانب المفاوض في الحركه، وهي التي قدمت هذه الورقه بالتفاصيل الممله، ولكن من يراوغ ويماطل هو العداء الصهيوني، ويحصر كل التفاوض بعمليه تبادل الاسرى فقط، وهذا غير صحيح. هناك مطالب للمقاومه كما ذكرت: وقف اطلاق النار، وعوده النازحين، والانسحاب، وادخال المساعدات. طيب، ومن ثم هذه عمليه التفاوض. طيب، عن عوده النازحين سيد وليد، عن عوده النازحين، يعني مسؤول اسرائيلي قال لهيئه البث بانه تمت الموافقه على اعاده النظر في شروط عوده السكان الى شمال غزه، كيف ترون ذلك؟ هذه قضية يعني عودة النازحين تم الحديث عنها بآلية وكأنها آلية بعودة القطار، يعني أي أعداد محدودة ولا تضمن يعني استمرارية العودة إلى جميع النازحين إلى محافظتي غزة والشمال بشكل جماعي. هو يريد عودة الأطفال والنساء وكبار السن، ولن يقبل أي فلسطيني بذلك. و
ويجب أن يدرك الجميع أن كل هذا التقارب من يعرقله ويعرقل هذه المفاوضات ويتحمل المسؤولية المباشرة هو المجرم نتنياهو، وهو من يعمل على إفشالها ويضع العقبات. كلما أردنا أن نصل إلى اتفاق نجد أن نتنياهو وجيشه المجرم يرتكب المجازر والاعتداءات الوحشية، وكل هذا لماذا؟ يفشل جهود الوسطاء والمحافظة على وجوده السياسي مهما كانت هذه الجرائم وهذه الأحداث التي نراها من ارتكاب أكان في مستشفى الشفاء أو في رفح أو في خان يونس أو في محافظتي غزة والشمال. طيب سيد وليد، أين وصلت عملية التفاوض الآن؟ يعني كما ذكرت أن من الواضح أن الاحتلال وحكومة المتطرفة لا تريد التوصل إلى اتفاق، وما يتم هو محاولة لكسب الوقت من جانب نتنياهو، ويحاولون إظهار أنهم متجاوبون ويشاركون في هذه المفاوضات، وذلك كل ذلك لانتصاف الضغوط الداخلية والخارجية فقط، وهم ليسوا جادين بالتوصل لاتفاق. بينما المقاومة كان ردها إيجابيا إلى أقصى الحدود، وهي مستعدة لأي دراسة لأي مقترحات تقدم لها، وهذا ما صرحت عنه مرارا. إذا كان هناك أي يعني إيجابية من الطرف الإسرائيلي فالمقاومة جادة وطرحت شروطها بشكل مفصل وقدمته للوسطاء، ولكن من يعرقل هو الجانب الصهيوني. طيب سيد وليد، قلت بأنه الحركة مستعدة للتعاطي بإيجابية مع أي مقترحات، يعني المقترحات تبدأ خطوة بخطوة. الجانب الإسرائيلي طبعا لن يقبل بكل شروط حركة حماس لحد اللحظة، ولكن ما الذي يمكن أن تقبل به الحركة مبدئيا كأول مقترح مثلا؟ العدو وافق سابقا على ورقة باريس وتراجع عنها، هذا الذي قلنا يريد كسب الوقت. المقاومة قدمت 3 ورقات وكانت إيجابية كما ذكرت لأقصى الحدود. بداية يريد وقف إطلاق النار، ومن ثم عودة النازحين وإدخال المساعدات وانسحاب العدو. هذه مطالب إنسانية، يعني مطالب الحركة مطالب إنسانية. أما بخصوص العدو ومطالبه ومطالبه هي مطالب انتقامية، مطالب لا أخلاقية ولا إنسانية. هذا نلمسه نحن كمقاومة من خلال تصريحاتهم المتواترة. كان نتنياهو الذي يعلن تمسكه باستمرار العدوان على غزة ودخول رفح، وكذلك حكومته الإرهابية التي لا زالت تتحدث عن تهجير ورفض إدخال المساعدات واستمرار القتل والإبادة الجماعية، وكل هذا يشكل عائقا واضحا لأي مبادرة أو محاولة يعني التوصل الى اتفاق اطلاق النار، وهو بدوره يفشل دور الوسطاء. ولكن الحركه منطلقاتها ثابته من المصلحه العليا للشعب الفلسطيني، وهي انهاء معاناته الانسانيه ووقف هذا شلال الدم ووقف اطلاق النار. ولكن العدو يريد ان يحقق ما لم يحققه في الميدان حتى هذه اللحظه. نحن نتحدث عن 170 يوما لم يستطع ان يحقق العدو الصهيوني اهدافه العسكريه او السياسيه او ينتزع مصدر من المقاومه، يريد ان يحققه من خلال المفاوضات، وهذا لم يستطيع ولم يستطيع. طيب سيد وليد، ما رايكم فيما يثار اعلاميا حول مقترح خروج الحركه حركه حماس من قطاع غزه والضمان بعدم تعرض قياديها مستقبلا الى اي عمليات اغتيال او قتل؟ وهناك ايضا تهديد من قبل نتنياهو بانه سيدخل عمليه رفح وسيقضي على السنوار. استمرار هذه الاخبار وغيرها من الاشاعات التي يفوقها الاحتلال بشكل دائم هي غير واقعية، ونحن كحركة حماس غير معنيين بالرد عليها لأنها تعتبر فبركات إعلامية. المقاومة وقيادة المقاومة ثابتة موجودة وستبقى في قطاع غزة، لن تترك قطاع غزة، ودائما نحن في بياناتنا وفي خطاباتنا نقول إنه جهاد نصر واستشهاد لا مقر
يعني تلقى نواجه هذا المحتل ولم نرفع الرايه البيضاء. اما بتحقيق رفح هو يريد كسر اراده الشعب الفلسطيني، يريد كسر القابضه الشعبيه من خلال تلويحه بورقه رفح. ولكن اذا العدو الصهيوني اراد من اي يعني الهجوم على مدينة رفح، إنما هو يعني يعتبر إمعان في حرب الإبادة الجماعية وتوسيع لمساحة المجازر التي يرتكبها ضد شعبنا نظرا للأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه المدينة بسبب تكدس ما يقارب 1,300,000 مواطن فيها. أشكرك جزيل الشكر من بيروت وليد كيلاني، مسؤول الإعلام في حركة حماس من لبنان. رغم غياب أجواء الفرح جراء الحرب الإسرائيلية في غزة، إلا أن ذلك لم يمنع مسيحي غزة من الاحتفال بعيد الشعانين في حي الزيتون. أوقدت الشموع وزينت ممرات الكنيسة، كما قرعت الأجراس ووزعت أغصان الزيتون. معنا من نيويورك طلال الحاج، مدير مكتب الحدث في نيويورك. أهلا وسهلا بك طلال، معنا في 19. لو تضعنا في تفاصيل هذه الجلسة المرتقبة غدا في مجلس الأمن بشأن غزة. نعم، كانت هناك أخبار عاجلة خرجت من الحدث، واكتشفنا أن مجموعة الدول العشرة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن بجميع أعضائها، ومن خلال الجزائر والموزمبيق ودولة فلسطين اتفقوا على نص لمشروع القرار الخاص بهذه المجموعة بشأن وقف إطلاق النار خلال ما تبقى من شهر رمضان الفضيل. لا يوجد في النص الآن شجب، وطبعا الاتفاق هذا مع الولايات المتحدة التي قدمت تعديلات تطالب بشجب حماس وتطالب بإطلاق سراح الرهائن أوام قبل وقف إطلاق النار. كل ذلك تحول الآن وتوصلوا، وهذه الأخبار العاجلة، إلى اتفاق حول النص بما يؤشر بأن مشروع قرار سيمر غدا، وسيكون هناك مطالبة من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وأيضا هناك مطالبة بإطلاق سراح الرهائن. قد تمتنع الولايات المتحدة عن التصويت، وقد تمتنع معها بريطانيا إذا امتنعت المتحدة. هناك أيضا تقارير تتحدث عن أن روسيا قد تمتنع عن التصويت، وحتى إذا امتنعت هذه الدول الثلاث فمشروع القرار سيمر ب 12 صوتا، ولا يكون هناك استخدام. نؤكد لكم لن يكون هناك استخدام لحق الفيتو أو نقد من أي من الدول الخمسة الدائمة العضوية. النص الجديد وهو متواجد عندكم في القناة لا يوجد فيه شجب لحماس، بل الإعلان عن الأسى لهجمات 7 أكتوبر وأخذ الرهائن في فقرته التمهيدية الثانية، وكذلك في فقرته الإجرائية الأولى عاد ووضع مطالبته بوقف فوري بإطلاق النار قبل المطالبة بإطلاق السراح الفوري للرهائن دون قيد أو شرط. نفس مشروع القرار كما هو الآن وافقت عليه جميع الأطراف، وتم تحويله للتو إلى اللون الأزرق استعدادا للتصويت عليه صباح غد الاثنين الساعة 14 بتوقيت غرينتش. ونتوقع أن يمر كما قلت مشروع القرار من المجلس ربما بالإجماع، ولكن قد تمتنع دولتين أو ثلاث
على التصويت، ولكنه سيمر وسيظل المحك طبعا هو في مدى تطبيق الأطراف وخاصة إسرائيل من القرار بالمجلس. طيب طلال، لنستوضح منك أكثر من المشاهدين الذين انضموا إلينا الآن، إذن هذا القرار من المنتظر أن يتم تمريره غدا، سيتم ربما امتناع بعض الأطراف عن التصويت ولكن لن يصطدم بفيتو، هكذا فهمت من مداخلتك؟ نعم طلال. وماذا أيضا عن تفاصيل مشروع هذا القرار، يعني مقارنة بالتعديلات التي طرأت عليه مع المشاريع القرارات السابقة؟ تعديلات طرأت كما قلت في الولايات المتحدة، تقدمت أخرت التصويت عليه من يوم الجمعة بعد الظهر، وطلبت التصويت السبت، وبعد ذلك جاءت وطلبت التأخير إلى حد صباح الاثنين لكي يتم التشاور. تعرف القرار إنساني كهذا يطلب وقف النار وقتل أبرياء أطفال نساء كبار السن، يصعب على أي دولة أن تستخدم حق النقد أو الفيتو ضد أمام الرأي العالمي أجمع. ولذلك الولايات المتحدة فعلت كل ما تستطيع أن توصل إلى لغة مشتركة لهذا القرار، وقدمت تعديلات إلى الجزائر والموزمبيق وفلسطين، تطالب شجب حماس، تطالب وضع اطلاق سراح الاسرى قبل وقف اطلاق النار، ولكن كل ذلك اختفى من النص الاخير. اعتقد ان الدول الثلاث الجزائر والموزمبيق وفلسطين اصرت على موقفها وتمكنت في اخر الامر من الغاء الشجب. اعلان الاسى، كلنا ناسى لمقتل اي انسان بريء. في الفقرة الإجرائية الأولى، أو الأولوية تعطى لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، ونعتمد الآن بعد الإقرار هذا يوم غد الاثنين صباحا على الولايات المتحدة لكي تمارس نفوذها وتنفذ مسؤوليات هذا المجلس العتيد، مجلس الأمن، بأن تنصاع إسرائيل وتوقف القتل والقصف العشوائي. نعم. في قطاع غزة. نعم، إذن موعدنا غدا في جلسة مجلس الأمن المنتظرة معك طلال الحاج مدير مكتب الحدث في نيويورك، أشكرك جزيل الشكر. كشفت وسائل إعلام عراقية أن هناك حركا داخليا وخارجيا يهدف إلى وقف التصعيد السياسي بين بغداد وأربيل. ثني الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان أو الانسحاب من العملية السياسية من العراق. يأتي ذلك بعد إعلان الحزب مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في يونيو المقبل، اعتراضا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون الانتخابات. مشاهدين، الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ليست وليدة اللحظة، وإنما خلافات ممتدة منذ سنوات. كان آخر تلك الخلافات قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، الذي صدر الشهر الماضي، حددت فيه عدد أعضاء برلمان إقليم كردستان ب100 عضو بدل 111. كما تضمن قرار المحكمة العليا تسلم المفوضية العليا للانتخابات في بغداد إدارة انتخابات الإقليم بدلا من هيئة محلية أخرى. كما شملت قرارات المحكمة الاتحادية ربط ملف توزيع رواتب الموظفين في الإقليم عبر حكومة بغداد، وإلغاء قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم. كما ألزمت أربيل بتسليم كامل إنتاج النفط للحكومة الاتحادية. ترافقت تلك القرارات مع ربط الإجراءات القضائية بين المحاكم العراقية ومحاكم إقليم كردستان وتسليم المطلوبين وإلغاء إجراءات الرسوم الجمركية الخاصة بالإقليم وحصرها بيد بغداد فقط. كذلك الحد من سلطة الإقليم في منح تأشيرات الدخول للأراضي العراقية وحصرها بيد بغداد فيما يتعلق بالدول التي تفرض بغداد تأشيرة مسبقة للدخول إليها، وكذلك عمل المطارات والمنافذ الحدودية في الإقليم. مراقبون قالوا إن القوى السياسية ضمن الإطار التنسيقي المقرب من إيران تعمل على سحب الكثير من الصلاحيات الممنوحة لإقليم كردستان عبر قرارات تصدرها المحكمة الاتحادية العليا. إلى ذلك حذرت أطراف عراقية مختلفة من تداعيات تهديد الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة العملية السياسية في العراق.
على كل المشاهدين، الحديث أكثر من أربيل ينضم إلينا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي من بغداد، معنا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب. أهلا وسهلا بكما ضيفي. أبدأ مع ضيفي من بغداد، هل برأيك سيفلح هذا الحراك الداخلي والخارجي في سد الفجوات بين بغداد وأربيل؟ بدءاً تحية لك ست ماريا وإلى أستاذ صبحي وإلى كل المشاهدات والمشاهدين الكرام. يعني كل المعطيات والمؤشرات تشير بأن بغداد لا تستطيع انقطاع أو إبعاد أقليم كردستان عن المركز، وهذا أمر صعب، والأصعب من هذا أقليم كردستان لم ولن تستطيع الانفصال أو الابتعاد عن بغداد، وهذا ما حصل طيلة السنوات والدورات الماضية. كل السلطات والحكومات التنفيذية والسلطات التشريعية منذ 2005 إلى هذه اللحظة يكون هناك خلافا ويتحول إلى اختلافا، لكن في نهاية المطاف هناك قرارا خارجيا داخليا أقليميا لم ولن يسمح أو يمنح لأقليم كردستان بالانفصال أو الابتعاد نهائيا عن بغداد، لأنه بحاجة إلى بغداد وبغداد بحاجة إلى أربيل، وهذا يعني أقليم كردستان. لكن ما حصل بالأيام الأخيرة من بعد قرار المحكمة الاتحادية بأن يكون هناك تعديل بالانتخابات الداخل أقليم كردستان وكذلك توطين مرتبات الموظفين، أعتقد هناك توافق سياسي، وهذا ما يطمح به السيد محمد السوداني بأن يكون هناك فعلا تقريب وجهات النظر وحل الخلافات في هذا الوقت. توافق سياسي مع من سيد نجم؟ مع من توافق سياسي في إقليم كردستان؟ مع أي حزب من الأحزاب؟ لأنه حزب الديمقراطي نعرف موقفه من القرارات الأخيرة. أحسنتي. أولا ست ماريا، يعني من يمتلك الأغلبية، نتحدث بصراحة، من يمتلك الأغلبية داخل برلمان إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان هو الحزب الديمقراطي، والفرق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، الديمقراطي له رأسا واحدا وقائدا واحدا هو السيد مسعود البرزاني. أما بعد وفاة السيد جلال الطلباني أصبح الاتحاد الوطني انقسامات كبيرة وكثيرة، سواء داخل العائلة الطلبانية أو داخل الاتحاد الوطني. بالتالي التفاوض والاختلاف الآن بين بغداد وأربيل، هنا أقصد بين الديمقراطي وبعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي. لكن لم نسمع هناك خلافا كرديا سنيا، لم نسمع هناك خلافا كرديا حتى داخل كل الأطراف الإطار التنسيقي. طيب، وإنما مثل ما تحدثتي جنابك، بعض الأطراف وبعض النواب الذي ليس لهم يعني قوة نيابية أو قرارا سياسيا حقيقيا يتحدثون أو ينتقدون تصرفات وسلوكيات الحزب الديمقراطي، وهنا أقصد أربيل. طيب سيد صبحي، الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يلوح بالانسحاب من الانتخابات فحسب، بل من المشهد السياسي برمته، وكان في هناك إفاد أيضا من البرزاني بأطراف إلى بغداد، وكان حديث مع السوداني. نريد أن نستوضح موقف الحزب الآن، هل ينوي فعليا الانسحاب أم هو من الانتخابات، أم هو تلويح لتحقيق ما يطالب به؟ نعم، مساء الخير، تحية لك وللأستاذ القصاب ولمشاهدي قناة العربية الحدث. يعني أصل البيان الذي صدر من الحزب الديمقراطي الكردستاني أعتقد هو كان جرس إنذار للنظام الديمقراطي في العراق وللنظام السياسي وبالتحديد للإطار التنسيقي، وبالتالي هذا البيان شدد على أن هذه القرارات وهذه السياسات التي تمارس ضد أقليم كردستان هي خطر يحدق بالعملية السياسية وبالنظام الديمقراطي في العراق. لم يكتفوا بموضوع القصف الصاروخي والطائرات المسيرة
وكذلك سياسة تجويع الإقليم من خلال عدم تطبيق الموازنة، يلجؤون أيضا إلى قرارات مجحفة من قبل المحكمة الاتحادية واعتبارها قرارات ملزمة. وبالتالي كل هذه الأمور دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى دعوة الإطار التنسيقي بالتحديد، كونه يمثل الأغلبية وكونه هو ممثل الحكومة، وبالتأكيد عليه تقع مسؤولية الحفاظ على الاتفاقات التي جرت وأيضا الحفاظ على سير العملية الديمقراطية. لذلك أرى أن هذا البيان كان حقيقة في يعني ضرورة له وكان لابد منه، وبالتالي ننتظر من الإطار التنسيقي بعملية تغيير هذا النهج واللجوء إلى قرارات دستورية، اللجوء إلى الدستور، إلى مواد الدستور وعدم مخالفته. طيب، ومطالبة أعود المحكمة إلى سؤالي سيد صبحي بالابتعاد عن التدخلات الخاصة به. أنت قلت بأنه كان جرس إنذار، يعني هنا سؤال حول مدى جدية تنفيذ هذا القرار وخسارة سلطة الحزب في الإقليم. لا يمكن خسارة سلطة الإقليم. سلطة الإقليم ليست يعني مرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ليس مرتبط فقط بمشاركة انتخابات وعدد مقاعد. يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني هو تاريخ وحاضر وممثل للأغلبية شعب كردستان، وبالتالي له جدية كاملة في هذا الموضوع. عندما طرح هذا البيان، نعم ننتظر أنه يكون هناك معالجات، لكن في حالة عدم وضع الحلول الصائبة والصحيحة لهذه العملية بالتأكيد سوف لن نشارك في هذه الانتخابات. وأعتقد شخصيا بأن لا يمكن أن تكون هناك انتخابات بغياب الديمقراطي الكردستاني، يعني وبالتالي تعطيل المسار الانتخابي برمته. بالتأكيد ليس فقط في إقليم كردستان، حتى على مستوى العراق. يعني هناك خطر يحدق بهذه العملية من خلال عدم مشاركة الديمقراطي الكردستاني. طيب، أرجو أن تبقى معي لأعود إلى ضيفي من بغداد. إذن سيد نجم، كما استمعت إلى ضيفي يقول بأنه ينتظرون إلى تغييرات في نهج الإطار التنسيقي أولا، وثانيا أريد السؤال هنا أيضا عن مغزى القرارات التي اتخذت من المحكمة الاتحادية في العراق وأدت إلى هذا السجال الذي وصلنا إليه اليوم. يعني أولا، حتى ما تحدث به رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم الميري بأن التوافقات السياسية لربما تتقدم أو تسيطر حتى على قرارات المحكمة الاتحادية، وهذا كلام واضح بأن ممكن أن يكون قرار المحكمة الاتحادية وصحيح ملزما وباتا في القانون، لكن كلنا نعلم ويعلم أستاذ صبحي والمشاهد الكريم التوافقات السياسية التي يتم يعني الاتفاق عليها بين القوى السياسية هي التي تمرر القوانين مرة والقرارات مرة أخرى. وبالتالي حتى النظام السياسي العرق طائفي المكوناتي الذي جاء به الأمريكان بعد 2003 هو نظام مكوناتي وليس مؤسساتي. بالتالي ممكن أن يتم الاتفاق والتوافق على أي قرار أو على أي قانون يتم تشريعه أو إصداره فيه من بغداد. الأمر الآخر، يعني انسحاب الديمقراطي نعم يؤثر في داخل إقليم كردستان لكن لا يؤثر في بغداد، وهنا بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي يحرجون أمام المواطن في الجنوب والوسط وفي بغداد ومناطق أخرى بأن كيف يتم استخراج وبيع النفط من الجنوب ويتم توزيع الثروات على كل المواطنين. هنا يكون تساويا وموازيا للمواطن العراقي سواء كان كرديا أم سنيا أم شيعيا، فكيف يتم استخراج النفط من أربيل ولا يتم يعني إعطاء الأموال إلى الخزينة في بغداد؟ بالتالي هذه الضغوطات جعلت إحراجا واستدراجا للآخرين، إحراجا للقوى السياسية في بغداد خصوصا الشيعية، واستدراجا لأقليم كردستان أن يكون هناك كأنما استهداف، وعلما أن في الفترة الأخيرة لم تستهدف أربيل من قبل بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي. نعم، هم كان هناك رسائل تطمينية. نعم، لنأخذ رد. نعم، الرد من ضيفي من أربيل سيد صبحي. يعني استمعت إلى ضيفي يقول بأن ربما انسحاب الديمقراطي من الانتخابات لا يؤثر على بغداد وإنما يؤثر فقط على الإقليم. في دقيقة لو سمحت لي. مع
مع كل احترامي وتقديري، لا بالتأكيد يعني الديمقراطي يمثل الكرد والغالبية الكردية، وبالتالي ليس فقط هو مجرد حزب يشارك، هذا جانب. الجانب الثاني، الديمقراطي هو كحزب هو أحرز المركز الأول في على مستوى العراق كحزب سياسي، وبالتالي لا يمكن للعملية السياسية أن تسير بدون الديمقراطي، هذا جانب. أما موضوع بيع النفط، فالدستور العراقي هو أباح لإقليم كردستان عملية بيع النفط، وأيضا موضوع إعطاء الأموال إلى بغداد، يعني الميزانية الخاصة بإقليم كردستان، نعم، هي هذا تم الاتفاق عليه ويحسب ضمن موازنة الإقليم كردستان، وبالتالي كل هذه العملية تسير، لكن بالضد من هذه العملية هناك سعي من قبل أطراف عراقية لعدم وصول إلى توافقات واتفاقات بين بغداد وأربيل. أشكرك جزيل الشكر من أربيل، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، وأشكر أيضا ضيفي من بغداد البحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب. التقى رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان بوفد الآلية الإفريقية بشأن السودان، والذي اطلع خلاله على ما توصلت إليه الآلية بعد سلسلة لقاءات عقدتها مع قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في عواصم إقليمية عدة. ووفقا لإعلام المجلس السيادي، فإن الاجتماع ناقش الرؤى والأفكار بشأن وقف الحرب وإعادة السلام والاستقرار للسودان. تعهد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار بحسم الحرب بالوسائل العسكرية لضعف إمكانية حلها بالوسائل السلمية. وقال عقار إن الجيش لن يهزم، واعتبر أن المرحلة القادمة هي مرحلة تأسيس السودان وتعميره وبنائه بصورة حديثة. قال حاكم إقليم دارفور ميني أركو ميناوي إن الوقت حان لتساهم حركة جيش تحرير السودان في إعادة سيادة البلاد وحقوق المواطنين التي فقدت خلال الأشهر الماضية من الحرب أو فقدت. وكشف مناوي في مقطع مصور تحرك قوته إلى الخرطوم لخوض المعارك بجانب القوات المسلحة السودانية، وأشار حاكم إقليم دارفور أن قواته تحمل جميع في كل مكان من مدينة الجنينة بغرب السودان وصولا إلى الجزيرة بوسط السودان، ما طالب المواطنين بالدفاع عن الوطن ممن أسماهم الأجانب الدخلاء على البلاد. جيش تحرير السودان الآن من مدينة الضرة يعمر الحديد والنار في تاريخنا إلى تحرير الخرطوم. أنا كما ترون المارشال ميني أركو مناوي وسيادة الفريق جابر محمد حسب الله، وكذلك الفريق جابر إحساك اليوم بدا، والمارشال ميني أركو مناوي الآن في طريقهم نحو مدينة الخرطوم وكذلك نحو مدينة مدني ودارفور. في الحقيقة عايشين في الأزمة صعبة جدا، فهذه الأزمة تكمن في الاعتداء على الدولة نفسها واعتداء على حقوق المواطنين وكرامة المواطنين وسيادة الدولة. شاهدت الحركة وانتظرت لمدة أكثر من 10 شهور ولم تجد الحلول، وبالتالي يجب أن تساهم في إعادة بيوت الناس، يجب أن تساهم أيضا في إعادة سيادة البلد، وخاصة من الذين يعني في الحقيقة أتوا من الديار المختلفة فاستفزوا يعني حق السوداني واستفزوا الشعب السوداني باغتصاب النساء وباستيلاء على المواقف والبيوت، فكل ذلك كان يعتبر يعني في الحقيقة يعني خرق وأيضا اعتداء على الحرمة وكذلك استفزاز للضمير السوداني.
إذن مشاهدينا، هو تطور لافت يطرأ على الساحة السودانية بعد إعلان قائد جيش تحرير السودان تحريك قواته من دارفور باتجاه العاصمة الخرطوم لإعادة السيادة. هذا الإعلان وفق خبراء عسكريين من شأنه تغيير موازين الصراع وإحداث فرق في المعركة نسبة لخبرة جيش التحرير في القتال مع الدعم السريع في دارفور لسنوات طويلة. وخلاف الدعم السريع مع جيش التحرير كان قد تفجر عقب إعلان قائد الأخير من أركم الناوي باعتباره حاكم الإقليم دارفور عن اتفاق مع المنظمات الدولية لإدخال مساعدات إغاثية إلى دارفور عن طريق بورت سودان. الاتفاق الذي أبرمه مناوي قوبل بالرفض من قبل قوات الدعم السريع، ليأتي الرد من جيش تحرير السودان بإعلان التحرك صوب الخرطوم. وكان جيش التحرير البالغ قوامه قرابة 20,000 مقاتل قد أعلن في نوفمبر الماضي خروجه عن دائرة الحياد في الصراع بين الجيش والدعم السريع، واتخذ موقفا مناصرا للجيش. وانضمت إلى هذا الموقف حركات مسلحة أخرى في دارفور، مرجعين السبب في ذلك لما قالوا عنها انتهاكات الدعم السريع في دارفور وولايات أخرى. وبالرغم من هذا الموقف كان قد ظهر إلا أن قوات مناوي لم تشارك بصورة معلنة في الحرب، ولم يترجم موقفها المؤيد للجيش إلى صورة دعم ميداني. وقبل نحو شهرين تم تجميع قوات من جيش تحرير السودان في ولاية دارفور الشمالية ومدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم، وكذلك في حدود ولاية سنار، وإعدادها وتجهيزها للقتال. وتعني هذه التحركات حسب مراقبين أن كامل الإقليم بات مسرحا مفتوحا لعمليات عسكرية متواصلة وسط تفاقم الصعوبات التي تواجهها المنظمات الدولية في إيصال المساعدات الإنسانية. ومع تفاقم الأزمة الإنسانية يخشى من أن تتحول دارفور لأكبر بؤرة للصراع في السودان، خاصة بعد إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مناطق عديدة في الإقليم. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي السوداني سيبويه يوسف. أهلا وسهلا بك سيد سيبويه معنا في 19. يعني هذا التحرك لمناوي في وقت ما هو كان في وضع محايد، ويعني لم يكن هناك التخطيط فعليا ليترجم ميدانيا للتوجه إلى الخرطوم، في أي إطار يوضع وكيف ينظر الدعم إلى هذا التحرك؟ تحية لك وتحية لكل متابعي قناة العربية الحدث. يعني هو ما فعله مناوي هو تعقيد للمعقد أساسا، وتعتبر هذه الخطوة يعني تؤكد فرضية أنه مناوي لم يكن محايد. يعني عند اندلاع هذه الحرب هو كان في أم درمان، وخرج من أم درمان ذهب إلى دارفور، ثم ذهب من دارفور إلى شرق السودان. وقواته التي تم تجميعها يعني ما جاءت من دارفور، إنما جاءت من شرق السودان. ومن الواضح يعني أن مناوي وحركته كانوا يتوقعون يعني بعد مرور أكثر من 10 أشهر أن يكون الدعم السريع في أضعف حالاته ويسهل قتاله، وبذلك يعني تحين طولة المدة وبعد ذلك أعلن عن نواياه. وهو يعني هو تماهى مع النظام فلول النظام السابق منذ عهد البشير، ثم الكتلة الوطنية، ثم الآن في الكتلة الوطنية في بور السودان، حيث يعني هرب مع الذين هربوا وأقاموا في بور السودان. ولكن في تقديري أن الأيام المقبلة سوف تكشف الواقع العملياتي لدخول قوات مني إلى مدينة الخرطوم. ستكشفه وفق أي ملامح؟ لا، لأنه طبيعة المعارك الآن، وكما يعني ذكرت قبل قليل أن الدعم السريع يعني يعرف الطرق القتالية لحركة تحرير السودان، وهم في يعني تقاتلوا في دارفور لفترات طويلة. وأخطر ما يمكن يعني أن تفرزه هذه الجزئية من دخول مني للحرب في الخرطوم، فهي تتعلق بدارفور بشكل كبير جدا. يعني أن الصراعات هناك أساسا كانت مبنية بشكل قبلي بشكل مجتمعي، وبالتالي يعني تتأثر يعني بالصراع بين الدعم السريع وبين الحركات أو حركة مني. وكذلك هنالك حركات أخرى قد تنحاز إلى كل من طرفي الصراع، بجانب أن هنالك يعني الكثير جدا من الإشكالات في دارفور. يعني ويعني كان بالأحرى لمني أن يهتم بقضايا دارفور، والذي خرج للدفاع عنها بدلا أن الدفاع بالوكالة والحرب
كطرف يعني هو غير محايد من اللحظة الأولى. طيب سيد سيبويه، قلت بأن ربما هناك حركات أخرى قد تنحاز لطرف ما، هل تقصد هنا الدعم السريع أو بالأحرى قوات الدعم السريع ستسعى لاستمالتها في مواجهة خطوة مناوي؟ أنا أتوقع كل شيء، يعني بعد مضي عام يعني هنالك يبدو تكون هنالك يعني اعتبارات قبلية، اعتبارات جهوية كثير، يعني بمثل ما انحاز مني للجيش هنالك حركات قد تنحاز للدعم السريع يعني مستقبلا، وهنالك يعني دي بداية الحرب الأهلية، احتماب القبائل، احتماب الحركات المسلحة، احتماب المجتمع المحلي، فكل هذه يعني مبادئ للحرب الأهلية، حرب الكل ضد الكل، وهذا يعني ما ظللنا يعني إنه نؤكد بأنه هذه الحرب يعني سوف تقود السودان إلى هاوية كبيرة جدا، والآن يعني نزر المجاعة تهدد يعني ولايات دارفور الخمسة، الآن هنالك نازحين من عام 2002 حتى الآن لا يملكون قوت يومهم، تشير التقارير إلى أن الطفل يموت كل ساعتين في معسكرات النزوح في دارفور، فيجب أن يكون الحل الأساسي إيقاف هذه الحرب بدلا عن إشعالها مرة أخرى، أو الامتدادات الجديدة العسكرية التي تدخل الخرطوم وتحاول تدخل الجزيرة وغيرها من الولايات التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع. طيب يعني سيد سيبويه، كما فهمت من كلامك يعني تحشيد وتحشيد مقابل ما يؤدي إلى إطالة أمد هذه الحرب إلى حرب أهلية. على كل، أنا أشكرك لحد اللحظة من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني سيبويه يوسف على هذه المشاركة معنا. مشاهدينا، نبقى وإياكم مع هذا الفيديو المتداول لتسرب مياه الأمطار إلى صالة التشريفات داخل مطار بغداد العاصمة العراقية. إذن مشاهدينا، هذا الفيديو يظهر تسرب مياه في قاعة من قاعات مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية، تسرب المياه من السقف كما يظهر الفيديو، لم يعرف لحد اللحظة مصدر هذه المياه. إذن صالة التشريفات في مطار بغداد تحت سرب من المياه. إذن مشاهدينا، هذا الفيديو المتداول الذي نعم هناك مشاهد لهذا الفيديو الذي يظهر مياه متسربة من سقف قاعة التشريفات في مطار بغداد بالعاصمة العراقية. إذن مشاهدينا، نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر أسفل الشاشة. إذن فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني، إذن فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني في عموم البلاد جراء رصد تهديدات في البلاد. إذن فرنسا ترفع مستوى الاستعدادات الأمنية بعد رصد تهديدات. رئيس الوزراء الفرنسي يدلي بتصريحات يقول فيها بأن فرنسا تقوم برفع مستوى التأهب الأمني بعد تبني داعش مسؤولية هجوم موسكو. نعود مشاهدينا لنرصد فيديو آخر لتسرب المياه في مطار بغداد، هذه المرة على صالات المسافرين وليس في قاعة التشريفات فحسب. إذن هذا الفيديو يظهر تسرب المياه بشكل كبير في مطار بغداد في العاصمة العراقية بعد أن وصل سيل هذا المياه في قاعة التشريفات. فيديو آخر يظهر أيضا تسربه في
قاعات أخرى وهي قاعة المسافرين على ما يبدو. خرج العشرات في مظاهرات سلمية في كل من مدينة جسر الشغور وبلدة طعوم بريف إدلب ضد النصرة وممارساتها، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين وإسقاط أبو محمد الجولاني. مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام التاسعة عشرة لمساء اليوم. يلقاكم الزميل مبروك صغير بعد قليل. إلى اللقاء.